بعد وصول إشعار غلق مركز تسويق الفواكه والخضر في منطقة بني سعد جنوب محافظة صلاح الدين، تظاهر فلاحوها رفضا لهذا القرار مهددين باعتصام وغلقا للشارع العام، إذ أن هذه العلوة حسب وصفهم هي مصدر رزقهم الوحيد. عم على أساس تسدون علينا العلوة؟ وين نبيع حاصلاتنا؟ احنا ننتظرهن من السنة للسنة لخاطر نسترزق من عندهن. على أساس تسدون عم العلوة؟ احنا ما نرضى والله تنسد العلوة. احنا طالعين مظاهرات سلميه، واذا سدوا علينا العلوه والله نقعد بالشارع، ما نتحرك من مكاننا اذا ما تنفتح العلوه. احنا نطالب الجهات المسؤوليه بعدم سد العلوه، اذا سدوا العلوه لا والله سد الشوارع. زين؟ يسد العلوه يقطع ارزاقنا، احنا ما نسد الشارع، وش اللي يصير خليه يصير. اكثر من اللي صار باحداث 2014 ما يصير. المتظاهرون تساءلوا عن اسباب قرار الغلق، وهل هو حرب معلنه على رزق الفلاح؟ مفندين ادعاءات عدم وجود الموافقات الرسمية بفتحها، مؤكدين أهمية هذا المركز لموقعه القريب من مناطق إنتاج المحاصيل الزراعية في المحافظة. أسعود يعني ما يقدر يوصل المحطة، أنا الصبح دوس أودي حاصلات رجعت هنا بعتهن، زين؟ ها؟ أكو استهداف، يعني أسعود مستهدفين، يعني أنت عمرك ما واحد يروح البلد بستان ماله شال سلاحه، يعني هي بها وقت هذه، وتالي هسه يجون على العلوة، يوم يجان المسؤول سد العلوة، على شنو سد العلوة؟ العلوة مجازة رسمياً من لدى الدولة ومن الجهات الرسمية الموجودة بالدولة، وهسه بدت أنه إشاعات لإغلاق العلوة، زين إحنا إذا حتى لو سدوها راح نتعنى 10 كيلوات، وأغلب الفلح ما عندهم سيارات، مضطر يحط نص فلوسه ونص باب رزقه على نقل الفواكه والخضر للغير علوة. خروج فلاحي بني سعد بتظاهرتهم السلمية هذه رسالة رفض أرادوا إيصالها إلى الجهات المعنية بقرار غلق منفذ التسويق الذي اعتمدوا عليه في تسويق محاصيلهم طيلة السنين الماضية. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.